بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حابة أهنئكم بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والبركات. أعرفكم بنفسي دكتورة ميادة أحمد راجح، اختصاصي أمراض باطنية البورد العربي. نتكلم اليوم عن مريض السكري ورمضان. بداية يجب أن نتعرف على المرضى الذي يشكل الصيام أو يمثل الصيام خطر بالنسبة لصحتهم، ويجوز لهم الإفطار في شهر رمضان بموجب فتوى من مجمع الفقه الإسلامي الدولي. هؤلاء المرضى هم مرضى النوع الأول اللي بيعتمدوا على الإنسولين كأساس لعلاجهم، 2 المرأة الحامل والسكري الذي لديها سكري، 3 مرضى السكري الذي عندهم اعتلال في الكلى ويغسلون بشكل دوري، مرضى السكري الذي يتصاحب مع السكري أمراض مزمنة أخرى مثل الضغط، القلب، الجلطات وأمراض أخرى، 4 المرضى اللي بيتعرضوا لهبوط متكرر خصوصا في الثلاث الأشهر التي تسبق رمضان، وأيضا الذين يتعرضون للغيبوبة المتكررة أو الحمضنة الكيتونية في الثلاث الأشهر التي تسبق رمضان، إلى جانب كبار السن الذين يعيشون في أماكن منعزلة أو أماكن منفردة ويأخذون الإنسولين فهم معرضون للهبوط المتكرر، فهؤلاء لا ينصح بصيامهم بموجب هذه الفتوى، والأمر في الأخير يرجع للمريض نفسه. لتجنب المرضى أن يقعوا في هذه المخاطر، المخاطر أول حاجة تتمثل في هبوط متكرر في سكر الدم إلى أقل من 70 ميلي جرام، 2 ارتفاع في سكر الدم إلى أكثر من 300 ميلي جرام، 3 الجفاف وعرضة للإصابة بلزوجة الدم ومن ثم الجلطات. طبعا لتجنب هذه المخاطر يجب على كل مريض سكر زيارة الطبيب المختص أيام قبل دخول الشهر الفضيل لإعطائه بعض الإرشادات والنصائح ولإجراء بعض الفحوصات الدورية المتمثلة كمان في سكر الدم وفحص التراكمي. لهذا ننصح جميع المرضى بزيارة الأطباء المتخصصين في هذا المجال قبل دخول شهر رمضان. التعليمات التي يجب إعطائها للمريض قبل شهر رمضان هي الاستمرار بنفس النظام الصحي الغذائي مثل ما قبل رمضان. يعني عادة ما نواجه هذه الأسئلة من قبل المرضى، ما هو النظام الغذائي في رمضان؟ النظام الغذائي في رمضان لا يختلف عن بقية الأشهر، فنحن نعرف بأن موائد رمضان غنية بالسكريات وبالنشويات، منها الفطائر والمكرونة والرز والحلويات بشكل عام، إلى جانب التمور. فكثير من المرضى في رمضان يكثرون من أكل التمور والعسل. ننصح من هنا من خلال هذه الشاشة أن لا يتعدى أكل التمر حبة واحدة أثناء الإفطار، وهي أصلا ليست مسموحة، ولكن نحن لا نتشدد كثيرا ونعطي حبة تمر في اليوم. فننصح المرضى عدم تناول التمور بشكل كبير، إلى جانب تقسيم الوجبات من خلال الإفطار إلى السحور إلى 3 وجبات صغيرة، وعدم الاعتماد على وجبة فطور كبيرة لتجنب الزيادة الهائلة في سكر الدم، إلى جانب شرب الماء بكثرة ولكن في أوقات متقطعة لتجنب الجفاف في أوقات الصيام، 3 تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر لتجنب كذلك الجفاف أثناء الصيام، 4 إعطاء المريض نظام دوائي مميز لشهر رمضان. ماذا يتمثل هذا النظام الدوائي؟ طبعا الطبيب المختص سيحدد لكل مريض نظامه الدوائي حاله، ما يقولش المريض الأول ليش المريض الثاني أخذ كذا وليش المريض الثالث أخذ كذا، لكل مريض سياسة علاجية تختص فيه وفي طبيبه المختص. فمثلا الناس اللي بيعتمدوا على الأدوية كعلاج أساسي لمرضى سكري، فمنهم من يأخذون المنظم كما هو شائع اللي هو الميتفورمين، ومنهم من يأخذ علاجات تنقص السكر أثناء رمضان ومنها الداونيل، الإماريل، الدايميكرون، ومنهم المرضى الذين يأخذون العلاجات بشكل مشترك ما بين المنظم وما بين العلاجات، وفي مرضى هناك على الجانب الآخر يأخذون الإنسولين. فكل مريض يجب أن تكون له سياسة علاجية لحالها. فالمريض الذي يعتمد على المنظم كعلاج كامل
لتنظيم السكر فيأخذ المنظم مثل في رمضان مثله مثل أيام الفطر. فمثلا هو معتمد على حبة متفورمين واحدة يأخذها أثناء الإفطار، إذا كان هنا حبتين 500 ميلي جرام وقتين فيأخذها مع الفطور ومع السحور. إذا كانت معدلات السكر تراكمي قبل رمضان منضبطة والمريض عرضة للهبوط المتكرر فيمكن أن يأخذ بدل الحبتين المنظم حبة منظم، خصوصا إذا كان المنظم يأخذه بشكل جرعات قوية مثل 1000 ميلي جرام وقتين، فيمكن أن يأخذ 1000 ميلي جرام مع الإفطار و500 ميلي جرام أثناء السحور. اثنين، المرضى اللي بيعتمدوا على العلاجات المشتركة مثل الداونين مع الميتفورمين في حبة مشتركة المعروف باسم الجلوكوفانس، الدايفانس، الإيميفانس، فهؤلاء المرضى نتيجة لوجود الداونين في العلاج وهم أكثر عرضة للهبوط المتكرر، فينصح الطبيب المريض إذا كان على حبتين جلوكوفانس يأخذ حبة أثناء الإفطار ونصف حبة أثناء السحور، وإذا كان حصل هبوط مع هذه الجرعات يلغي نص الحبة أثناء السحور ويبقى على حبة أثناء الإفطار. أما بخصوص العلاجات الأخرى فهي قليلة الهبوط ويستمر المريض بنفس نظامه العلاجي في مثل ما قبل رمضان. بالنسبة للمرضى اللي بياخذوا الأدوية مع الإنسولين، العلاجات بتستمر على نفس العلاجات، إنما الإنسولين اللي بيستخدم مع العلاجات وهو الإنسولين اللانتوس اللي هو طويل المفعول، فيأخذ الساعة 12 مساء في الأيام العادية، يأخذ بنفس التوقيت في أيام رمضان مع تقليل الجرعة 20% عن الجرعة المعتادة ما قبل رمضان. بالنسبة للمرضى اللي بيعتمدوا على الإنسولين كعلاج أساسي وبدون أي أدوية أخرى، فمثلا الانسولين المخلط اللي هو كما شائع في بلادنا الانسولين المخلط، فمثلا المريض بياخذ 40 وحده في الصباح و30 وحده في المساء، ياخذ ال40 وحده اثناء الافطار وال30 وحده نقسمها الى ثلاثه اثلات ونلغي ثلث ويبقى ثلثين، فمثلا 30 ملي جرام فبتبقى 20 ملي جرام ويؤخذ اثناء السحور لتجنب الهبوط المتكرر اثناء الصيام. المرضى خصوصا النوع الاول من السكر اللي بيعتمدوا على الانسولين طويل الامد والانسولين انسولين الوجبات او قصير الامد، الانسولين طويل الامد ممكن ان ينقص 20%، فمثلا اللانتوس اذا كان 30 وحده يؤخذ 23 22 او 24 حاجه زي كده، الى جانب الانسولين الوجبات اذا كانت ثلاث وجبات ياخذها في غير رمضان وياخذ ثلاث جرعات انسولين سريع فيؤخذ فقط جرعتين اثناء رمضان مع السحور ومع الفطور. مع الفطور لا تتغير الجرعة، أما مع السحور فننقص شوية من الجرعة تجنبا لحدوث هبوط أثناء الصيام. هذا وكل عام وأنتم بخير، ونتمنى أن نكون أفدناكم خلال هذا الشهر الفضيل.